هنروح بالمنتخب الكره الطائره سيدات واللي هو بقياده كابتن عماد نوار. خلينا اقول لكم ان المنتخب ده يمكن دايما نشاطات الرجال بتبقى في الاول وبعد كده نشاطات السيدات. الفرقه دي او منتخب مصر السيدات عنده بطوله افريقيا في الكاميرون. سباعي من النادي الاهلي انضم للمنتخب، يعني 50% من قوام المنتخب من النادي الاهلي، وده بيدللك ان الحمد لله الفرقه بخير وان احنا ابطال الدوري وان القادم افضل باذن الله. مين هم السبعه اللي انضموا للمنتخب وسافروا معاه استعدادا لانطلاق بطوله افريقيا في الكاميرون؟ دعاء الغباشي، ايا خالد، زين العالمي، ندى وليد، دعاء محمد، مي غزال، ساره امين. طيب هيقولوا لي فين ايا الشامي؟ ايا الشامي ربنا يشفيها يا رب، كانت المفروض تكون الثامنه ولكن هتسافر تعمل عمليه في كتفها في فرنسا على ما اتذكر. عارفين يا جماعه انا بس عايز اتوقف عند ايا الشامي، طبعا يعني خليني بس انهي الخبر الاول بتاع المنتخب. المنتخب طبعا هيلعب البطوله دي في الكاميرون، هتشارك فيها 18 منتخب لحد دلوقتي بعد انسحاب منتخب تونس، عشان الخبر الحقيقه مش حلو. منتخب تونس انسحب ليه؟ عشان انتشار فيروس كورونا في صفوف المنتخب التونسي منذ ايام. مره ثانيه بيطل براسه علينا فيروس كورونا، ربنا يستر. يعني الحقيقه احنا كنا ارتحنا وكنا الرياضه ماشيه بشكل جيد، النهارده بنشوف منتخب تونس احد افضل المنتخبات الافريقيه ما بتشاركش عشان طبعا اكيد تعبوا اتعمل لهم مساحات، لقوا كورونا فما جوش. يعني انا ده الخبر الحزين في الحلقه النهارده، انه فيروس كورونا مره اخرى يطل يعني يطل براسه. يعني مش عايز اقول يعني القبيح ولا كده، يعني كلها هي طبعا يعني اقدار من الله سبحانه وتعالى واحنا مسلمين بيها، ولكن احنا يعني تعبنا قوي من الفيروس ده الحقيقه. بطولات كتيره اتلغت وبطولات كتيره ما اتعملتش ولاعيبه تعبت واهتز مستواهم، ربنا يستر وتبقى على قد ده وخلاص، ما تبقاش اكتر من كده. خلينا ارجع لايا الشامي نجمه نادي الاهلي ومنتخب مصر، هتسافر تعمل عمليه في كتفها. طيب خلينا اقول لكم ان ايا الشامي لعبت الدوري والكاس اللي فاتوا وهي كانت معايا يمكن على الاستوديو الاخر وكانت موجوده في الاستوديو، واحنا ساعتنا قلنا لها انت قالت انا لعبت الدوري والكاس وانا مصابه، وما كانش حد يعني متخيل، او كنا بنقول يا بجد طب ازاي، طب ما كناش متخيلين ان احنا الاصابه هنا. ايا الشامي اللي بنوجه لها كل التحيه ونتمنى لها الشفاء العاجل لعبت دوري وكاس وهي مش سليمه بالمره، مش سليمه بجزء، لا عندها استريتش في احد الاوتار ومحتاجه عمليه تثبيت في الكتف، قصه كبيره جدا وكانت مهدده طول الوقت وهي بتلعب لخلع كتفها. النهارده ايا الشامي اتعمل لها فحوصات طبيه من النادي الاهلي، وده اللي متعودين عليه في النادي الاهلي، النادي الاهلي ما بينساش ابنائه والعلاج هو وسلامه اللاعبين هي رقم واحد. فالنهارده ايا الشامي النادي الاهلي وافق لها على السفر لعمل العمليه بالخارج زيها زي لعيبه الكوره. يعني دايما كنت اشوف يعني في الانديه الكبيره وغيره وغيره كان يقول لك مثلا لعيبه الكوره اللي بتسافر، اه ده راح المانيا يعمل، آه لا ده بيعمل علاج طبيعي في مش عارف في مركز ايه في قطر، اكبر المراكز العلاج الطبيعي في العالم. النهارده النادي الاهلي ما بيعملش كده، النادي الاهلي كل اللعيبه بالنسبه له سواسيه، بعد الشر على كل اللاعبين، ولكن كره زي طايره، رجال زي سيدات، طايره زي العاب فرديه. النهارده النادي الاهلي بيقف جنب مصطفى عسل في الاسكواش، لعبه فرديه، العاب القوه. في خبر النهارده هنقول لكم عن الكاراتيه حدوته وقصه ثانيه اوريكم النادي الاهلي برضه بيعمل ايه وبيقف جنب ولاده ازاي. فالنهارده يعني النادي الاهلي واقف جنب ايا الشامي لانها تستحق كده. فالنهارده انت عندك احسن ضاربه في افريقيا مصابه، خدت بيها دوري، لازم نحييها ونحيي بقيه الفرقه. ونحيي كمان كابتن حمدي الصافي المدير الفني السابق. ونقول كمان انه النهارده سبعه من الفريق في النادي من النادي الاهلي في المنتخب، يبقى رؤيه النادي الاهلي كانت صح. وانه عمل جيل جديد ولاعيبه ولاعبات اخريات افضل ويمكن في المستوى واحسن من اللي رحله، وهي دي مدرسه النادي الاهلي. عمر ما النادي الاهلي كان بياخد بطوله عشان عنده النجوم الاكثر او النجوم الاكثر او النجوم الاكفى، ولكن النادي الاهلي دايما بيكسب عشان سيستم ونظام وروح وعدل، حدوته كبيره بتيجي الاول وبعد كده بيجي المكسب. فالنهارده النادي الاهلي لما يطلع سبعه منه يبقى رؤيتنا كانت صح، يبقى النادي الاهلي بيقول انا كنت صح، سبعه لاعبات من عندي اللي هم مفروض منهم لاعبات اول سنه تاخد الفرصه. يعني انا لو اتكلمت معاكم ايا خالد خدت فرصه السنه دي، عندك ندى وليد اول فرصه السنه دي، دعاء محمد اول مره تشارك بالشكل ده، مي غزال، ساره امين، انا بديك اسامي اول مره تشارك بوقت كبير السنه دي وبعد ما شاركوا راحوا منتخب مصر. يبقى هنا احنا كنا صح والنادي الاهلي صح، وهذه التجربه اللي احنا شايفينها في الكره الطائره في كل مكان. الف سلامه عليك يا ايا، نتمنى لك كل الشفاء واكيد هنحاول نتصل بيها
ونطمن عليها آية الشامي من يعني اللاعبات الرجاله الحقيقه اعتمد عليهم النادي الاهلي فترات طويله جدا، وده مش غريب عليها. ان شاء الله ترجع بالسلامه، بالمناسبه هتغيب حوالي 5 أو 6 شهور بالعلاج الطبيعي، ان شاء الله تلحق نهايات الدوري وهو ده الاهم، وحتى لو ما لحقتش مهم سلامتها وترجع بألف مليون سلامه.